فيديو بن عم مسك بغير. الله الله في لا خلي 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 بغير انا لو سمحت لو سمحت لو سمحت لو سمحت ما عليك زود ما عليك زود يا ابو سعد الله يوفقنا وياك ما عليكم زود جميع ما عليكم زود طيب يا سلطان انا اعرف انك سلطان الشهراني هذا اللي اعرفه عنك كله عرفنا عليك سلطان ابن هادي الواهبي الشهراني سكان بيشه ارفع صوتك وش سألني عن شيء كيف اعرف شخصي ابي شخصيتك قدم لنا شخصيتك انا اشوفك الشخص الهادي الشخص اللي ما تتكلم وايد الشخص اللي ما عندك مشاركات كثيره سولف عن نفسك نوعا ما تقدر تقول كذا لكن ما هو بعد سلطان دايم كذا سلطان لحد الان ما تاقلم يعني وباقي ما طلعت يعني انت من النوع اللي تقول اني ما اقلم ولا ادخل مع اي بلي فتره طيب هي كلها 3 شهور يمديك يعني تدخل وتطلع اي ما هو بعد 3 شهور كلها ها كم يبي لك يعني يمكن الحين انجزت 60% يعني باقي لك 40% باقي شيء بسيط بس ايش طيب ممتاز كم عمرك يا سلطان من 22 سنه الى 22 سنه يعني حلو ممتاز ممتاز طيب وجهك بشوش الله يطول عمرك ودائما اللي اشوف وجهه بشوش يعني قلبه خضر واللي قلبه خضر يحب الحب وش تقول عن الحب الحب قاعده قاعده يرونه ناس انه جهل ومراهقه ويرونه ناس شيء اساسي في الحياه حلو. يعني يختلف من نظره لنظره طيب عطنا بيتين يا سلطان في وش الحب والله يعني اوصف لك الحب ولا كيف عطنا بيتين عن الحب بيتين رايقه ابي بيتين يسمعها المتلقي ويقول يا حي بيتين يقول حط له في الجوف غرس وطق له بير ارتوازي واحتوى قلبي الرهيف وامتلك حتى وريده ايده ايه انا اكن لك حبي وشوقي واعتزازي بس ويش تكن لي يا راعي الخصر الحميد الله الله صح لسانه صح الله بدنك شخص مشتاق له السلطان ودك انه ودك انه معك في المنتجع ودي يعني يعني انت دخلت كثير افلام معي والله انا واجد واجد يا اخوي اخويا وعيال عم يعني ما تقدر تخصص لك واحد اقربهم من سلطان ماجد ولد عمي ماجد بن فالح ونعم يستاهل تعرف عنه سمي الرجال الله يوفقنا وياك وش تقول لوالدينك بس الله يطول بعمارهم ويخليني لهم ويخليهم لي اللهم امين اللهم امين حلوه الابتسامه اللي جيت نتكلم عنهم اي أيوة والله بيجي ابتسامه وبيجي غيرها بعد الله يكون يشرد دموع بعد طيب خلصت كلامك لوالدينك الله الله يبيض ما والله ما يكفيهم الكلام لكن عاد هذه ابسط حاجه نقولها ولا ان الكلام لا اكتب مني يا لبيشه ما بغيتهم انا متاكد ان نظرتك لحالها اذا شافوها والدينك بيعرفون الكلام كله وش فيه ابد هذه تكفي تخصصك جامعي ثانوي لا جامعي ما شاء الله جامعي ليش ما سالت تخصص شو تخصص إدارة ما شاء الله تبارك الله الله يوفقك لا أنت يا سلطان من يقول إن شاء الله شرفنا الله يحييك